اهلا بيكم مع فيلم جديد. فيلمنا النهارده اكشن خيالي اسمه سول سناتشر. كل لحظه مهمه، خلي بالك. فيلمنا بيبدا مع ثعلب بيلعب في الغابه، لكنه بسبب اهماله ما خدش باله انه هيقع من على حافه الجبل، وبيفضل ماسك فيه، لكنه للاسف خلاص هيقع ويموت. وفجاه بيجي طفل صغير وبيحاول يساعد الثعلب، وفعلا بيقدر ينقذه من الموت، لكن الطفل المسكين بيتزحلق وبيبقى هو اللي مكان الثعلب دلوقتي. وفعلا الثعلب بيحاول يرد الجميل وينقذه، لكن للاسف ما بيعرفش ينقذه وبيقع الطفل ويموت، وبيزعل الثعلب جدا على الطفل. بعد 500 سنه بنشوف شياطين الثعالب وبيكونوا بيجهزوا لاجتماع كبير جوه الكهف، وبيكونوا كلهم متحمسين بما فيهم واحد اسمه شيسان. شيسان ده كان منبوذ من شياطين الثعالب كلهم لانهم كانوا شايفينه فاشل، وبيقول لهم زعيم الثعالب واللي بيكون عنده 9 ديول ان شيطان الثعلب ممكن يبقى خالد ويعيش للابد، وده لو جمع اكسير الروح اللي موجود في جسم البشر، وانه يقدر ياخد الاكسير ده عن طريق خدعهم. لكن اول لما شيطان الثعلب بياخد الاكسير الانسان ده بيموت، وبيعرفهم الزعيم ان في اكسير ابيض، والاكسير ده هيظهر يوم 15 في الشهر الجاي، والاكسير ده ما بيظهرش الا مره واحده كل 1000 سنه، واللي هيلاقيه هيبقى خالد على طول، وهيبقى زعيم وعنده 9 ديون من غير ما يحاول يجمع باقي الاكسيرات. وبيكون الزعيم جد شيسان وبيعينه عشان يلاقي الاكسير الابيض، ومش بس كده، ده بيديله خنجر يقدر يقتل بيه اي كائن، وبياخد الارث السحري ويجري. الارث السحري ده جهاز يقدر يحدد مكان الاكسير الابيض. بعدها جده بيأمر المعلم بتاعه يراقبه ويساعده انه يوصل للاكسير الابيض. المعلم بيقوله انه قلقان على شياطين الثعالب الصغارين واللي دايما بيفشلوا انهم يلاقوا اكسير الروح وبيقتلوا البشر. بعد كده بنشوف شيسان واللي بيكون وصل للمدينه وبيروح ياكل فراخ، وهو بياكل بيقف قدامه شاب اسمه زيجن ومعاه الحمار بتاعه، وبيبقى عايز يساله عن حاجه، لكن شيسان بيقول له امشي من وش السعاده. بعد ما بيمشي شيسان بياخد باله ان ظهرت علامه على الجهاز، وده معناها ان الاكسير الابيض في مكان قريب. وفي السوق بيكون الكاهن واقف وبيتباهى قدام الناس بالمخطوطات السحريه بتاعته واللي بيها يقدر يحبس الشياطين، وبيكون زيجن معدي من قدامه وبالغلط بيرمي عليه الكاهن ختم وقايه. وبعد مصايب كتير قعدت تحصل لشيسان والزيجن بيوصلوا اخيرا للغابه، وفي الوقت ده بيبص شيسان على الارث السحري وبيلاقي العلامه ظهرت تاني، وطبعا مفيش حد في المكان ده غيره هو وزيجن، فبيعرف ان الاكسير الابيض في روح زيجن. بعدها بيقرروا انهم يقعدوا في كوخ عشان الليل داخل خلاص، وطبعا شيسان بتاع مصلحته فبيبدا يعامل زيجن كويس بعد ما كان بيزعق له الصبح، وده عشان يقدر يخدعه وياخد الاكسير الابيض. مصلحه جه اول واد ده، وبيقول له زيجن انه رايح للعاصمه عشان الامتحان الملكي، وانه كان بيدور على اخوه الكبير دوران وكان ناوي يديه الحمار، لكن الحمار اختفى بسبب اهمال شيسان. وبالليل بينام زيجن المسكين عشان تعب من لف طول اليوم ورا الحمار. بعدها شيسان بيطلع الخنجر بتاعه عشان يقتله، لكن بيظهر المعلم وبيمنعه وبيعرفه انه ياخد الاكسير من البشر بالخداع مش القتل، وبيقول له كمان على شويه طرق يقدر يخدع بيها البشر بدل ما يقتلهم. تاني يوم بيصحى زيجن وبيتفاجئ لما بيشوف الحمار مربوط في الكوخ، وبيفكر انه اكيد شيسان هو اللي لقاه وبيشكره، وبيبقوا صحاب. وبيقرر شيسان انه يروح معاه للعاصمه، وطبعا احنا عارفين نيته. وفي الطريق بيعدوا على قريه هاديه وبيظهر راجل فجاه وراهم وبيقول لهم انه صاحب الفندق، وبيقرروا يقضوا الليله دي في فندق القريه، وهناك بيلاقوا طلاب كتير بيذاكروا عشان الامتحان، فبيتحمس زيجن ويقعد يذاكر. وبالليل بيكون زيجن بيدور على شيسان فبيقابل صاحب الفندق وبيطلب منه يبص على البركه، ولما بيلف فجاه بيخرج لسان طويل ويشده، وبيتفاجئ زيجن انه صاحب الفندق اتحول لشيطان ضفدع كبير. بيحاول الضفدع يهاجمه، لكن شيسان بيظهر ويساعده وبيحاولوا يهربوا ما بيعرفوش، وفي النهايه بيضحي شيسان بنفسه والضفدع بيبلعه، وبيخاف زيجن وبيهرب بسرعه. وبنعرف بعد كده ان شيسان وشيطان الضفدع اصحاب، وبتكون دي خطه عشان يخوفوا زيجن ويخرجوا الاكسير الابيض من جسمه. لكن فجاه زيجن طلع راجل وما خلعش زي ما كنا فاكرين، بيرجع ومعاه شعله نار عشان ينقذ صاحبه. شيسان بيتربك وبيجري بسرعه عشان يدخل جوه بق الضفدع، وبيشفط الضفدع كل حاجه قدامه حتى شعله النار، وبعد لحظات بينفجر بق الضفدع وبيخرج شيسان. هنا شيسان بقى جسمه ضعيف بسبب الانفجار، بيبدا يظهر شكله الحقيقي قدام زيجن، لكن بسرعه المعلم بيلحق الموقف وبيخلي زيجن يغمى عليه. تاني يوم شيسان والمعلم وشيطان الضفدع في شكله البشري راكبين كلهم مركب، وبيقترح المعلم على شيسان انه ياخد زيجن لمدينه جيان، لانهم ما يعرفوش الاكسير اللي جواه ابيض ولا اسود، وفي هناك حد هيساعده انه يحدد نوع الاكسير. وبيقترح عليه المعلم انه يالف قصه عشان يكسب ثقه زيجن تاني. بعد شويه بيفوق زيجن وبيقول له شيسان انه شيطان ثعلب وبيحكي له قصه مزيفه، وزيجن البريء بيصدقه وقلبه طيب بيخليه يوافق انه يروح معاه مدينه جيان.
ولما بيوصلوا بينبهر زيجن من جمال المدينة اللي مليانة أنوار ملونة وبنات جميلة. بيقرب منهم ولد وبيقول لزيجن إن في حد مستنيه، فبيفكر إن أخوه، لكنه بيشك إن أخوه إيه اللي هيجيبه هنا، وبيطلبوا من زيجن يدخل الأوضة، وبيستنى شيسان ومعلمه بره واللي بيكون متنكر في شكل واحدة ست. ولما بيدخل بيلاقي واحدة جميلة اسمها يينج، وبيعجب بيها وبحركاتها، وكأن حد منومه بتعويذة، وبيقرب منها، لكن فجأة بيرجع لعقله وبيعتذر لها. المعلم بيقول لشيسان ان يينج دي شبح بيقدر يشوف لون اكسير الروح بتاع البشر، وبتحاول يينج تقرب من زيجن، لكنها بتلاقي ان جسمه عليه ختم قايا بيحميه، ومن الصعب تقرب منه. وبعد قصة طويلة بينهم زيجن بيقع في حبها، وبيوعدها يرجع يتجوزها لما يخلص الامتحان الملكي، وهي كمان بتتأثر ان اول مرة انسان يحبها. وبعدها بتعرف شيسان بموضوع الختم اللي على جسم زيجن، وبيفكر المعلم ان يينج هي اللي فاشلة، فبيعذب روحها. بيوصل الاتنين للعاصمة اخيرا، وبيكون لسه في وقت على الامتحان، فبيدور زيجن على اخوه بيسأل الناس، لكن محدش بيكون عارفه. وهنا بيقرر شيسان يقدم في الاختبار عشان يفضل جنب زيجن. وبعد فترة بيبدأ الامتحان وبيفضل لحد الصبح، وبيموت طلاب كتير بسبب التعب. وبتتشكل يينج في روح بتيجي لزيجن عشان تفرحه، لكنها بتخلي روح زيجن وشيسان تخرج من جسمهم بالغلط، وبيشوف زيجن روح بتتشكل في شكل اخوه قاعد بيمتحن، فبيتأثر وبيعيط. لكن فجأة الروح دي بتتحول لروح شريرة، وبتضايق الطلاب لحد ما بيسقطوا، وما بيتعرفش اخو زيجن عليه وبيسحبوا العالم الارواح، وبيطلع ان اخوه مات من زمان، لكن روحه بتيجي الامتحان كل مرة عشان كان بيسقط دايما في الامتحان ده. ومن ناحية تانية بيكون شيسان متردد هل ياخد روح زيجن ولا ينقذه، لكنه بيقرر يدخل عالم الارواح وينقذ صاحبه. وبيكون متحصر من الأرواح الشريرة، وفجأة بيطلع من الإرث السحري ضوء بيخلي أخو زيجن يفتكر الماضي بتاعه، وبيفتكر ذكرياته مع أخوه، وبعدها الإرث بيتدمر وبتختفي كل الأرواح. وقبل ما يختفي بيقول لزيجن إن شيطان الثعلب اللي كان ماشي وراه دايما عايز إكسير روحه. وبعد ما زيجن بيخلص الامتحان بيروح لينجو بيتقدم لها، لكنها بترفضه وبتقوله على حقيقتها وإنها شبح، فبيتفاجئ لكنه فعلا كان بيحبها، وبتقوله يهرب عشان شيسان والمعلم بيراقبوهم. وبيضرب شيسان المعلم على دماغه وبيغمى عليه، وبيسيبه ويجري وراهم لحد الجسر. وينج بتهاجم شيسان، لكن زيجن بيدافع عن صاحبه على الرغم انها بتقوله انه عايز روحه. وفي الاخر بيجي شيطان الضفدع ويقتلها، وبتحاول ينج بشوية القوة اللي باقية فيها انها تهرب مع زيجن، لكنها بتموت وبتختفي بعد ما زيجن بيشكرها على حبها وانقذها ليه. وبيتضايق جدا من شيسان لانه سبب ان حبيبته ماتت، فبيتخانقوا. وبتيجي الفرصه لشيسان انه يقتل زيجن، لكنه ما بيقدرش، وبيقرر يضحي بنفسه ويضرب نفسه بالخنجر. لكن قبل ما يعمل كده بيظهر باب وراه وبيسحبه، وبيلاقي نفسه في الكهف، وبيطلع جده وكاهن متفقين وحطوا الختم على جسم زيجن. وجده بيقول له ان زيجن هو الولد اللي انقذ شيسان من 500 سنه، وبيقول له ان محدش هيقدر ياخد الاكسير الابيض الا بالتضحيه اللي قايمه على الاخلاص، عشان كده محدش هياخده الا شيسان. ولما شيسان بيعرف كل ده بيرجع بسرعه لزيجن، وبيتقابله وبيعتذر لزيجن اللي غريبه ما بقاش متضايق منه وبيسامحه، لدرجه انه بيقتل نفسه ويدي اكسير روحه. وبيسحب شيسان جسم زيجن وبيروح غابه البامبو، وهنا بنتفاجئ انه مش شيسان الحقيقي، وبيطلع اللي قابل زيجن هو المعلم، وكان متنكر في شكل شيسان، وبيقول له ان اكسير روحه ما كانش ابيض وكل اللي عملوه طلع من غير فايده. فبيتعصب شيسان وبيهاجم المعلم برغم انه عارف ان قوه المعلم اكبر منه، لكنه ما بيستسلمش، وبيتحول المعلم لشيطان ثعلب بست ديول، وبيكون اقوى واخطر. وبيقع شيسان على الارض وبيتصاب، وقبل ما يموت بيفكر في زيجن وبيحاول يلمس اكسير روحه، وفجاه بيتحول الاكسير الاسود لاكسير ابيض، وبيتحول شيسان لثعلب بتسع ديول، وبيكون في قوه الزعيم، وبيضرب المعلم وبيكون خلاص هيموته. فبيفتكر كلام زيجن اللي طلب منه يبقى ثعلب كويس، فبيسيب المعلم. وبيطلب شيسان من جده انه هيرجع زيجن على الرغم انه عارف ان كده هيفقد كل قوته، فبيوافق. وبيرجع زيجن للحياه لكنه مش فاكر اي حاجه عن شيسان، وبيفوق في غابه البامبو وهو مصدوم. وبعدها بيرجع بيته، وفي يوم بيكون في الغابه وبيقابل ثعلب رجله متعوره، فبياخده البيت وبيهتم بيه لحد ما بيخف. وبيطلع الثعلب ده هو شيسان، لكنه خسر كل قوته وبقى ثعلب عادي. وعلى الرغم ان زيجن نسيه، لكن شيسان بيكون مبسوط انه رجع عايش، وبيهتم زيجن بيه، وبيعيشوا مع بعض كانهم اصحاب، وبيفتحوا صفحه جديده. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده، لكن افلامنا الجامده ما خلصتش. اشوفكم مع فيلم جديد.